يتوجه الناخبون الايرلنديون صباح اليوم الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد سيخلف الرئيسه الحاليه لجمهوريه ايرلندا هيماري ماكليسا التي تولت الرئاسه لولايتين متتاليتين مدتهما 14 عاما. وسيختار الناخبون بين 7 مرشحين، لكن المراقبين يرون ان المعركه الانتخابيه الحقيقيه تدور بين رجل الاعمال المستقل شون جالاجر ومرشح حزب العمال مايكل دي هيجنز. اخر استطلاعات الراي اظهرت ان المرشح المستقل جالاجر يتقدم على منافسيه، حيث يحظى بتأييد 40% من الناخبين، متقدما بفارق 15 نقطة على المرشح العمالي مايكل دي هيجنز. ومن بين المرشحين لمنصب رئيس ايرلندا مارتن ماكينز، الناشط السابق في منظمة الجيش الجمهوري الايرلندي المحظورة. الجدير بالذكر ان منصب رئيس الجمهورية في ايرلندا شرفي لا يملك صاحبه سلطة القرار في الكثير من الامور، اهمها السياسة الخارجية.